أنا يوم من الأيام الكربلة رحت أشتغل هناك بسطية لقيت وكلش قبال الإمام وحتى لا طيح بحرام استشرعت يمشي يا أخي أعرفه ويدري من بعيد جاي. قلت له عطشان الحسين يصير أبيع قبال أبراي وعن قصد ما يانا بيعا حسين ما أحب ببغش هم عيشان بكرامة وهم حارب بالعطش بالله صغير هم عيشان بكرامة وهم حارب بالعطش صغيرة بسطيتي على قدي وبيها عايش مستريح من الشمس ما حط مظل أقعد في الضريح وإجوا شرطة وشيلوني شيل فلينة الماي هنا أنا ممنوع الوقوف وقلت حافظ على الماي بسطت يم تشوفوه الله وبسطت يم تشفى ليسر حتى لا الساعة عندك وبهذلون على التجاوز جيب ودي وجيب ودي وإلا هسه تجيب كافل شلت فلينة الماي وبسطت يم أبو فاضل وقمت صيح هذا ماي شربوا ماي وعلى العهد يا روحي أبقي حتى ذا تحتري خيمة أطفيها بباب رزقي الله أطفيها بباب رزقي ويم واحد فت فقير على بيع الترب عايش وأخذ ما يقل لك بيش صح بشر بس جنة شجرة لين عتر ويعيش الله لين عتر ويعيش أكو خير من الله عدى وزاد على المحتاج بابا وكو مثل حسين مات وعاشق الناس بكرامة أكو خير من الله عدى وساد على المعتاز بابا وكو مثل حسين مات وعاشق الناس بترابة ويما أبو الميزان قاعد الزائري وزنه بربع روح زور ويقل ذنبك من تردي عرف حزنك حسب كمية الدم وبالصحن مسؤول شفته فلوس ما عدنا قلت له بالصحن ترهم ننام احنا فقره وما ناثر حالنا حال الحمام الله احنا فقره وما ناثر حالنا حال الحمام ايش قد حلو واحد يسالك بكربله تشتغل وين واحلى من انت تجاوب اشتغل يا ام الحسين بالصحن مسؤول شفته فلوس ما عندي قلت له بالصحن ترهم ننام احنا فقره وما ناثر حالنا حال الحمام من نجي قبل من نجي كنا زيارة قبت من بعيد تصطع ذهب وتكحل العين ليش جاهز الفنادق أعلى من قبت الحسين يا مسؤول العتبات عندي يمك فالقضية وهي تنفقد للذي عسمها تجيب لحسين الأذية احنا نسمع كل زيارة طفلة ضاعت بس لقوها هم يجي وياخذ ابوها وصعبة ذا ضاعت بنية لا تجرحون الحسين هم ضيع لطفلة وما لقى بنت رقية وندري بالعباس كنا من ورا النخلة انغدر وخاف لا ينغدر باكر والسهم يرجع يحصله كون بين الضريحين هناك ما تنزرع نخلة وكل مكان الدوسة زينب عفة يزداد وشرف وشوف تل الزينب لأن شايل اسم زينب يما تكثر كل محلات العلم الله يحفظك حسنت الله.